قديش بكى عليك يا والجبار يا طلعتنا البقاره صوت وانا في قفاك قديش بكى على والجبار انا في حوار قديش بكى على والجبار انا في قفاك انا في قفاك وقال لي حوار وقال لي ما هو عمليه بجلابيه بجلابيه امين قال له يا اللي التور قال له بيش وقبط له عمليه امين البقاع على والجبار يا طفيتنا البقارة عينك حمرا شرا جدا البقاع امين جدا البقاع على والجبار يا طفيتنا البقار حقنا جدا جدا البقاع على والجبار يا طفيتنا البقار امين جدا البقاع علي من الطفران وبغداد امين ان شاء الله البقاع علي يا والجبار يا ليل الحوت البقاع علي ان شاء الله البقاع علي البقاع على نبحوا يا ليل الرايات البقاع على نبحوا البقاع علي ترفع وليداته وتحل المدني من المصران بكيعان البكي على مدني سائل انتان انشكى من المصران تاني راب الهبق كانت العقيدة واحدة هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم جميعا كما في حديث ابن عباس وفي أحاديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة أو دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار وفي حديث آخر أن معاذاً أراد سفراً جاء مسافر للنبي هو مسافر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني وصيني بوصية وفي حديث ثالث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلماً وقاضياً ومفقهاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول والثاني والثالث أول ما بدأه به من الوصية قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا وفليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وقال له لا تشرك بالله شيئا مع إنه يا أخواننا معاذ رضي الله تعالى عنه هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأفضلهم قضاء علي وأشدهم حياء عثمان وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مع انه اعلم الأمة بالحلال والحرام بل يأتي يوم القيامة امام العلماء العلماء بيكونوا قدام الناس العلماء قدام والعلماء اللي قدام ديل معاذ قدامهم وهو يسبق العلماء برتوى والرتوى يعني مرمى حجر يعني تشيل حجر تفنه من هنا لأبعد ما يصل الحجر ده معاذ هناك وبقية العلماء من هذه الأمة ورا معاذ فلاحظ في وصية حديث العرباض قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا الاختلاف أول ما يكون في العقيدة الناس الآن مختلفون في العقيدة منهم من هو على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام أي ذل بيعبد الله بحق ولا يعبد الطواغيت ولا يعبد الأوثان ولا يعبد المشايخ ولا يعبد القبور ولا يعبد ما يعبد الناس من دون الله عز وجل ده زول حافظ على العقيدة الصحيحة أما عبدة القبور
البيد للقبر يسأل ويستعين بأصحاب القبور ويسألهم المدد ويدعوهم من دون الله ويعتقد فيهم النفع والضر. ده اللي اتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف عجيب. ادخل الآن ساحات المولد البدعي، المولد انتهى، الاحتفال انتهى، والخيم قاعدة، حلات الحلاوة قاعدة، تلقى بدع وضلالات، مئات الطرق، مش 20 ولا 30، أكثر من 100 طريقة. أي واحد منهم فارج بضاعته من الشرك والبدعة والضلالة عارضنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فسيرى اللي بيعيش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأنه ديل ما بجيبوا طريقة في الدين جديدة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من سار على نهجهم من الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، زول بيجيب طريقة جديدة في الدين ما، اللي بيجيب الطرق الجديدة كالصوفية والشيعة الروافض وغيره. عموما أرجع إلى بداية كلامي وأقول كل إنسان متابع لما يحصل اليوم وينشر في وسائل الإعلام قد يكون وقع في سمعه أو على سمعه أو على بصره مقطع من المقاطع القبيحة اللي بينشروها الصوفية هذه الأيام، مقاطع مستفزة لكل مؤمن. اتصوروا مجموعة من الصوفية جنب قبر وبيدعو في صاحب القبر، واحد شاهدته بيل واقف جنب القبر بتاع أحمد التجاني وبيسأل في أحمد التجاني وبينده فيه وبقول له الناس اللي معاي وذلك بيأمنوا على الدعاء بتاعه، بيقول له يا أحمد التجاني النازل جمعوا كل مراداتهم، كل مراداتهم جمعوها، والآن نحن جينا بيناها لك وقلناها لك ودارينك يا أحمد التجاني توفي لهم كلهم. وحتى الناس الماجو قال له في ناس بوراي ماجو كمان، قالوا لي وصل لهم الكلام بتاعهم لأحمد التجاني عشان تديهم كلهم مراداتهم وحاجاتهم. هذا المقطع اللي بينشروه الصوفية اليوم وبينشروه على أساس يوروك كيفية التوسل عندهم، وده الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم جريمة وقعت في الأرض، أن يعبد مع الله غيره إن كان أحمد تجاني أو غير أحمد تجاني. يا أخي إذا كان السلف من الصحابة المرضيين ومن أبناء الصحابة من نهى عن عبادة الله جنب القبر، مش عبادة القبر ولا سؤال صاحب القبر، بل نهوا عن عبادة الله جنب القبر، لأنه دي ذريعة ليعبد القبر. جاء في كتابي الضياء الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى أن عليا ابن الحسين، لاحظ ولد منه علي أبو الحسين، أبوه علي ابن أبي طالب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل شريف في علمه وشريف في نسبه، وهو يلقب بزين العابدين، وهذا من سادات التابعين أو تابع التابعين. وجد رجل دخل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في فرجة فتح في حجرة السيدة عائشة المدفون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل الرجل من على الفرجة وصار يدعو الله عند قبر رسول الله، ما بيدعو في النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيسأله، لأنه لو دعا الرسول يبقى شرك،
لكن ما دعا الرسول، دعا الله، لكن وين؟ عند القبر. وقلنا ده بيفتح باب للشرك بالله. فزين العابدين طوالج عند الرجل، مسكه ونهاه، قال له ما تعمل كده تاني. هذه واحدة. ثانيا قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أبوه الحسين، عن جدي، جد علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده الأعظم عليه الصلاة والسلام، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. انتبه، ده قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تجعلوا قبري عيدا. عيدا يعني شنو؟ يعني تعودوا طوالي. والعيد مما يعاد ويعتاد الذهاب إليه. قال قبري ده ما تسووا عيد، تدعو عليه بصورة معتادة. لذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأئمة الأربعة وخصوصا المالكية أنهم نهوا عن أن يعتاد ساكن المدينة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أو الوقوف. ساكن المدينة ليس مستحبا له في كل يوم أن يزور رسول الله في القبر، لا، ما مستحب، إنما مستحب للقادم من بعيد. إذا قدم إلى المسجد، القدوم بكل المسجد والزيارة بتكل المسجد، ثم بعد ذلك يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وعلى صاحبيه. فنهاه، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. بيتكم ما تسويه قبر، عنده مفهومين. بيتك ما تعمل قبر، يعني ما تدفن فيه ميت، ما تدفن ميت في بيتك، ما بيجوز. أي إنسان مات من المسلمين الواجب يدفن في مقابر المسلمين، ما يدفن في بيته، ولا يدفن في المسجد، ولا يدفن في قارعة الطريق. في واحدين في الهند، صوفية في الهند، بيدفنوا الشيخ في نص الطريق في الزلط، شفت في الزلط، بيحفروا في الزلط بيدفنوا الشيخ، يكفلوا الشارع على المسلمين وعلى غير المسلمين ذاته، في الشارع يدفنوا، ما يجوز. إنه الإنسان الذي يدفن في مكان موته، دل الأنبياء، ما من نبي قبض إلا حيث أراد الله أن يدفن. النبي إذا مات في الطريق يدفن في الطريق، وإذا مات في بيته يدفن في بيته، ده النبي خاص بالأنبياء، كويس. فلا تجعلوا بيوتكم قبورا، معناها ما تدفنوا الموتى في البيوت، ده المعنى الأول. المعنى الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني في بيتك صلي، لأنه بيتك لو ما بتصلي فيه، بتصلي في الجامع بس، ما بتصلي في بيتك، معناه أنت جعلت بيتك كالمقابر، لأنه المقابر ما بيصلوا فيها. طيب تصلي في بيتك شنو؟ النوافل كلها، كلها في البيت. ولذلك جاء في كتاب الترمذي الشمائل المحمدية، يعني من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي في المسجد إلا المكتوبة فقط، كل النوافل في البيت. ولذلك من السنة لو أنت طالع لصلاة الفجر تنتظر الأذان لمن يؤذن أنت في البيت، الأذان الثاني، وبعد ذلك تسمع الأذان، انتهى، تصلي ركعتي الفجر في البيت، تطلع المسجد بعد ذلك. كما جاء في حديث أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر في بيته والأذان بأذنه. يعني شنو؟ يعني لسه الأذان قاعد في أذانه، يعني مع نهاية الأذان، لسه الأذان ما انتهى من أذانه،
هو طوال شنو؟ صلي ركعتي الفجر ويطلع للمسجد، كل النوافل يصلين في البيت. وفي المسجد تصلي الفريضة فقط. بعض الفريضة عندك ركعتين بعد المغرب أو ركعتين بعد الظهر أو كذا تطلع تصلين في البيت. ده معنى الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور ما بيصلوا فيها، والصلاة في المقابر باطلة. باطلة وذريعة للشرك بالله. جاء في حديث الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد يعني الأرض دي كلها مسجد، تصلي في أي مكان. وطهورا، الطهور يعني مكان للتيمم، الأرض كلها مكان للتيمم تتيمم فيها. قال: إلا المقبرة. ما بيجوز صلاة في المقابر، ما بيجوز. الناس الآن من الغلط والجهل يمشوا دار يدفنوا ميت من الأموات. تدركهم صلاة العصر أو الظهر أو أي صلاة مكتوبة يصلوها جوا المقابر. ده كلام غلط، ودي ذريعة للشرك بالله. بيجوز في المقابر صلاة الجنازة، بيجوز في المقابر، بيجوز يصلوا صلاة الجنازة حتى لو دفن الإنسان. وما صلوا عليه لو دفن عديل جوا قبره، وما صلوا عليه بيجوز يصلوا عليه جوا قبره. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد، أو الرجل كان بينظف المسجد مات والصحابة دفنوه، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به، وجاء من القابلة أو من غد فسأل عنه فأخبر فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو عليها داخل قبرها، صلى عليها وهي داخل قبرها. طيب، يبقى يا اخواننا من المقاطع، وانا قدمت بكل هذه المقدمه الطويله لاصل الى التعليق على مقطع واحد من المقاطع المنتشره اليوم للصوفيه، مقطع بتاع مره شكلها مسكينه، خدعوها وغشوها ولعب عليها المجرمون من أصحاب الضلال. وقف جنب قبر من القبور تاع رجل ميت، ولعل الرجل ما مدفون فيه ذاته، لأنه ظاهر الرايات فقط، بس الرايات اللي ظاهرة، ما معروف في قبر ولا ما في. بالآية شوف شوف الناس وصلت لهذه مرحلة، رافعة يديها فوق بتندح في سيد القبر، وجنبها راجل واقف وراه بمده بالمدد من العبارات التقولة، والمرأة تدعو ما خلت حاجة وراها، وتسجع في الكلام سجعا، تسجع فيه جايبة شعر: هيا فلان ويا شيخ منو، وانا بندهك والراجنك وناس العملية وما عارف منو والوليدات، ما خلت حاجة وراها. بتسأل في الميت ده يا اخوانا. انا شفت تعليقات الناس على هذا المقطع، كثير من الشباب رافعينه على الفيس واتساب وغيره، والناس بتعلق عليه، الناس كلها متأسفة غاية الأسف، والمقطع محزن جدا، لأنه هذه المرأة اللي بيبدو عليها إنها مسكينة، إنها مسكينة، وتتكلم من ناحية عباراتها والكلمات اللي بتقولها والشكية اللي بتشكوها لهذا الميت تدل على عبارات صادقة، لكن للأسف في الضلال. عبارات صادقة ومعبرة جدا، لكن في الغي والشرك بالله سبحانه وتعالى. ويا ريت لو دعاء زي ده المرأة دي وعوها، يا ريت لو وعوها، قول اسأل يا الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الإنسان يا أخواننا مهما مرت به من النكبات والضيق في الحياة، يا أخي يسأل ربنا،
يسأل ربنا سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك، خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة تبوك بعيدة جدا، ومنطقة فيها البرد شديد والجوع، وخرج الصحابة 30,000 مقاتل من الصحابة، معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفد عنهم الطعام، ما عندهم، ما فضل لهم إلا القليل من الطعام. فجاء صحابي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ناقته، قال له خليني أنا أنحر راحلتي. وجاءه آخر وآخر، قالوا دعنا ننحر نواضحنا يا رسول الله، النواضح الإبل، قال له خلانا ننحر عشان ناكل. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو تركت الناس ينحرون رواحلهم لقل الظهر. بعدين نرجع كيف الإبل ضبحوه. قال: يا رسول الله، مر الناس فليجمعوا ما عندهم في هذه الأنطاع من النطع، يعني الفرشة، اجمعوا أكلهم في الفرشة دي هنا البسيط، ثم ادعوا الله تعالى عليه بالبركة، لأنه ده نبي وصحابة كرام أولياء صالحين. قال له: ادعوا الله بالبركة، ربنا بزيد لنا الأكل ده ويأكل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فجمعوا ما عندهم في الأنطاع، جمعوا كله. يأتي الواحد من الصحابة بالحفنة، الحفنة دي مليت اليد كده بس، من التمر يخطها، ومن الحبوب يخطها، من الشعير، من غيره يخطوها، حاجة قليلة جدا وبسيطة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بالبركة. انت ما تدعو الله يا أخي، المسكينة دي علموه وتسأل الله تدعو، لكن ناس الخنجر قاعدين دي زي دي، تتعلم تسأل الله؟ المسكينة دي وزيها كتار وضعوا زيها بالمئات بالآلاف من المساكين والحيارة اللي ضاعوا بسبب العقائد الباطلة. شوف كيف الصحابة بعلمونا دروس وعبر في العقيدة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله. قال: فجمعت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله بالبركة. قال ثم قال للناس: خذوا في أوانيكم. قالوا: أي إناء؟ شايلين 30,000 صحابي معاهم ملوا من الحفنة القاعدة دي في الفرشة، أي واحد جملة ملوا مواعينهم كلها، كل الأواني اللي عندهم مليت. قالوا: والطعام باق في مكانه، الباقي قاعد ما نقص ذاته. كيف الناس تتعلم تتوجه لربنا؟ لكن في وجود هذا الدين الباطل التصوف والعقيدة المنحرفة الخربة عقيدة الصوفية، لا يمكن زول يتعلم له عقيدة صحيحة ولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الخطبة في حديث أنس في البخاري، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هلكت العيال وجف الضرع، ضرع البهائم، وانقطعت السبل، ما في مكان، ما في أكل، ناس جعانة، البهائم جعانة. قال: ادعوا الله يا رسول الله أن يغيثنا. شوف الصحابة فاهمين، حتى الأعراب منهم فاهمين تماما، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ناس كلهم علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المتمدنين من الصحابة أعلم وأفقه من الأعراب، لكن حتى الأعرابي فقيه بالعقيدة. قال للرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له: الدين مطر يا رسول الله، الدين مطر، ما قال له: الدين رزق أكلنا، لا، ما قال له كده، قال له: ادعو الله. يجي الخنجر يقول لك بيبيعوا بيع المطر، بيع تبيعه حواشين جنب بعض،
ديك الدوا مطره ودي ما يدوا لانه ده دفع البياض وده ما دفع. بالله ما اقول يا اخي ما اقول يا اخي انت تتعامل مع يا اخي ده لو دعا الله اتعامل مع الله كده. عشان كده العلماء قالوا النذر مكروه. ليه النذر مكروه؟ تقول يا ربنا لو شفيت لي ولدي المريض ده بصوم لك شهرين. النذر ده مكروه. لماذا؟ لانه فيه تعامل بالعوض مع الله سبحانه وتعالى. ما تتعامل مع ربنا بالعوض. ربنا غني عنك، غني عن صيامك، وغني عن القرشين اللي بتدفعهم، وغني عن الشاة اللي بتطبحها. ربنا غني عنها، ما محتاج ليها. عشان كده ما تتعامل مع الله بالعوض. داك يقول دفع البياض بيدوك. الشيوخ ده ذاتهم لو بدوا المطر يبقوا ده الشيوخ ما فيهم فايدة، ما فيهم فايدة. الدنيا أنا عشان دفعته وده عشان ما دفع ما يدو، ما يدوه للجميع يا أخي. ما دام مصر عندهم مطرة، ما دام عندهم مطرة يدوه اللي عنده بياض والما عنده بياض ذاته يدوه ماله. ربنا بيدي الجميع. ربنا بيرزق إبليس اللعين، الله بيرزقه. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. ربنا بيرزقه وربنا بيأكله، بيأكل اللي بيحبه والما بيحبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كلهم الله بيديهم، لكن الآخرة ما يديه إلا ما يديه إلا لمن يحب. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه. صحابة فاهمين عقيدة، فاهمينها تمام. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. سحابة صغيرون في السماء، ما في السماء نظيفة. قال فجاءت سحابة من قبل سلع، سلع جبل في المدينة، جاءت السحابة من جنبه فانتشرت في السماء. قال ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم عريش بالحصير فنزل المطر كأفواه القرب. قال ورأيت المطر يتحدر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هو في المنبر نزل طوال المطر. قال فما رأينا الشمس سبتا. سبتا يعني شنو؟ يعني من هنا لحد السبت الجاي، لحد الجمعة الجاية ما شافوا الشمس أصلا، مطر طوالي مطر. فدخل أعرابي من نفس الباب، وبعض الفقهاء قالوا الأعرابي ذات الجبال دعا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدعو جتاني. قال يا رسول الله هلكت العيال. جبال كان هلكوا من شنو؟ من عدم المطر. والليلة هلكوا من شنو؟ من كثرة المطر. قال هلكت العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يبعده عنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دار يقطع الرحمة تماما، فقال اللهم حوالينا لا علينا. يعني ما قال يا الله وقف المطر ده ما دار إنه تاني، لا لا دار الرحمة تكون في مكانه قاعدة. قال حوالينا ولا علينا. قالوا فصارت السماء كالحلقة. السحاب ده دايرة كده حول المدينة دي فاضية بس دايرة، والمطر ده برا حوالينا إلى الآكام والأودية والضراب ومنابت الشجر، المطر برا في المدينة يابسة. قالوا فخرجنا نمشي في الشمس. مرقوا دعاء، الناس أدعو الله أدعو الله. المرأة المسكينة دي ذنبها على من؟ من المسؤول عنها؟ مسؤول عنها كل دعاة التصوف اللي أصلوا للناس الباطل، مسؤولين عن مثل هذه المرأة المسكينة، مسؤولين عنها أمام الله عز وجل، لأنه هم اللي علموها الشرك. 1 2 مسؤول عنها الدعاة الذين سكتوا عن بيان الحق. في دعاة كتار عارفين، الواحد ربنا أداه منبر مسجد ولا بدرس في جامعة ولا غيره، وسكتوا عن بيان التوحيد، وسكتوا عن أهل الباطل، وسكتوا عن قول الحق. ربنا سبحانه وتعالى يقول
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دعاة الباطل والضلال الذين سكتوا عن بيان الحق رغبة في الدنيا. ناس كانوا قبل اليوم والله أنا بعرفهم دعاة وزول يحزن لهم شديد ويتأسف. دعاة قبل اليوم الواحد لمن يتكلم في التوحيد يهز المنبر ويحرك القلوب بالتوحيد من الآيات والأحاديث. بعرفهم دعاة الآن تحت مظلة جماعة أنصار السنة قبل اليوم بنعرفهم وتعلمنا من بعضهم، لكن اليوم نسوا التوحيد، سكتوا نسوه تماما. الواحد يجيبوه يتكلم عن الأشياء اللي بترضي أصحاب الأموال، لأن الدين بقى عنده عبارة عن مصيدة يتأكل بها دار يأكل. النوعية الخسيسة دي، النوعية الخسيسة دي كما قال تعالى فمثل ربنا سبحانه وتعالى قال الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أكان في الأول كويس، أكان ماشي تمام في التوحيد نجيب. الذي آتيناه آياتنا واضرب لهم مثل الذي واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. أول ما فارق الحق تبعه الشيطان أو هو تبع الشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها. الله بيرفعك بكلمة الحق، بكلمة الحق الله بيرفعك. قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهؤلاء والله لهم نصيب من هذه الآية. مثلهم كمثل الكلاب، الكلب بيمشي محل مصلحته، محل مصلحته. وهؤلاء مثل مثل الكلاب خسيسين. إنسان خسيس ربنا رفعك بالتوحيد. والله أنا أعرف واحد الرجل ده يحفظ القرآن كله كما يحفظ الفاتحة، يحفظ كالفاتحة، ولو تكلم في التوحيد يهز القلوب هزا. لكن اليوم كلمة في التوحيد ماف، كلمة ماف، خلت منابر من التوحيد، مشوا يشتغلوا في قنوات أهل البدع والضلال. وقنوات أهل البدع إلا تتكلم لهم فيما يروق لهم وما يحبون وما يشتهون عشان يدوك ما تحب وما تشتهي. واحد من أخواننا نصحه قال له ما تمشي للسرورية وتشتغل معهم، ما تمشي تشتغل في قناة طيبة مع السروريين ده المنحرفين، ما تمشي لهم. طلع عليهم من العربية بتاعته شال، أتخيل شال. قال له الشال ده أدوني له السرورية تديتوني شنو انتو؟ قال له أديتوني شنو؟ تبيع دينك بشال؟ ها؟ تبيع دينك بشال؟ تبيع دينك بقريشات عشان ادوك قرش قرشين؟ انت تخلي دينك وتخلي عقيدتك الصافية وتخلي التوحيد القوي. ناس ده وابوه واخوانه كانوا رجال انا بعرفهم معرفة لصيقة، اولاد عمه او عمه واخوانه هو، ده كانوا رجال في التوحيد. الواحد بيتكلم وبطلع سكين وبيسنها في المايك بتاع الحلقة ويقول لهم نحن بنقول التوحيد والراجل اللي جينا. زول زي ده ما خسارة يجي راجع وترمي مع السرورية عشان يجي يتكلم لهم في الأخلاق الكريمة ويتكلم لهم فيه، يتكلم لهم في محاسن الطباعة ويتكلم لهم في الزهد ويترك التوحيد دعوة الرسل. وإن كانت تلك كلها من الطاعات الجليلة نحن ما بنستخف بها ولا بنقلل من قيمتها، لكن التوحيد فوقه. توحيد أول حق الله على العبيد. تخلي دعوة الرسل، تخلي دعوة التوحيد، تمش تباري لك قرشين. ولذلك أي داعية صادق وناصح للأمة وداعية غيور على عقيدته
يحافظ على عقيدته أكثر من محافظته على مصادر المال، فإن المال يأتي ويذهب، ولكن الدين إذا ذهب من الإنسان خسر الدنيا والآخرة، خسرتهم الاثنين. والقروش ممكن تمشي منك، يلموا فيك صاروريه يدوك قروش، ناس عبد الحيوسف ولا ادم الشين يدوك قروش، والقروش دي بتروح منك يوم من الايام، يروح منك وتبقى عليك. ما ذكر الاصمعي، الاصمعي قالوا له قال قيل لاعرابي اترضى ان نعطيك 1000 دينار؟ 1000 دينار دي قروش زمان زي مليار هسه. قال وناخذ منك عقلك. الاعرابي فاهم ذاته، قول انا اديك 1000 دينار ونشيل منك عقلك نخليك احمق، ترضى؟ فقال الاعرابي اذا بحمقي اذهب 1000 دينار ويبقى علي حمقي، ببقى احمق مفلس في النهاية كده. عشان كده الجماعة ديل بيبيعوا الليلة دينهم بقريشات، دينهم فات راح، وبكرة القريشات بتروح وتبقى عليه ضلالته ويبقى ضال مفلس. فأحسن لك انت أبقى على عقيدة، ولو مفلس الله بيغنيك، لو ما أغناك في الدنيا بيغنيك بعدين يوم القيامة. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.